الحاجة سورية واحدة من كتير من المواطنين اللي بيزوروا معارض المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي عشان تشتري الأجهزة الكهربائية وأدوات المائدة اللي هتحتاجها في تجهيز بنتها تمهيدا للجواز. بتعامل مع الأجهزة بتاعة المصانع دي من زمان، من بداية استخان المصانع ابتديت أتعرف على الحلل بتاعة المصانع، لغيت الألمونيا خالص وابتديت أجي الاستانلس بتاع المصانع. في ميزة إن هو الأرضية بتاعته ألمونيا فما بيحرقش الأكل بس، فأنا بقالي يمكن 30 سنة بتعامل مع حلل المصانع. جولة الحاجة سورية داخل المعرض بدأت بزيارة قسم الاستانلس اللي متوفر فيه كافة أنواع الأواني المصنوعة من الاستانلس والألمونيوم والعديد من أدوات الطهي الأخرى. في خصومات بمناسبة عيد الإنتاج الحربي، وفي خصومات أصلا قبل كده اللي هو عيد الأضحى وعيد الفطر، فبتوجهات السيد الوزير يعني مقنن الأسعار في الإنتاج الحربي مقارنة ببرة. يعني مثلا عندي في حاجات كتيرة زي السخانات، أنا أحسن وأجود سخان مصانع في السوق. الثلاجات والسخانات ده منتجات مصنع 360 الحربي. بالنسبة للمبات والشاشات 144 الحربي اللي هو شركة بنها. الاستانلس منتجات 99 الحربي علاء اقبال برضو، لان الخامه بتاعتها كويسه ويعني متفوقه في الانتاج. ومنتجات الالومنيا اللي هي بتاعه 63 الحربي. اما قسم الاجهزه الكهربائيه فبيضم ثلاجات وسخانات وغسالات وكتير من الاجهزه الكهربائيه الاخرى المتوفره في المعرض بجوده اعلى من الموجوده في السوق وباسعار اقل. في عندنا خدمه ما بعد البيع، في اي شكوى من اي مواطن، في اي شكوى من اي حد بياخد اي منتج بيلبله الشكوى على طول. في عندنا 1927 الخط الساخن بيلبوا طبعا اي شكوى من اي منتج، سواء صيانه سواء في تغيير سواء اي حاجه خاصه باي منتج. زوار المعرض من المواطنين اكدوا ان المعروضات الموجوده بتمتاز بكفاءتها العاليه وخامتها الاصليه، بالاضافه للخصومات الكبيره اللي بتقدمها وزاره الانتاج الحربي للمواطنين. بصراحه بتبسط جدا من المصانع الحربيه دي تبع الحكومه، الحاجه بتاعتها مضمونه، صيانه نظيفه، حاجة جميلة جدا، وأنا بحب أشتري حاجتي منها. خدت من هنا تلاجتين لأولادي الاثنين، جهزتهم من هنا من المصانع الحربية دي. من أول مرة النهاردة بقالك كام سنة اللي راحت ولجت كل حاجة. حاجة كلها يعني مش قادر أوصفها لك يعني، وأرخص أسعار هنا. حاجة جميلة خالص يعني، وبالنسبة للخصومات خصومات حلوة قوي عن يعني بره خالص. في حاجات كويسة هنا، منتجزات، شاشات. طبعا مصانع الانتاج الحربي مصانع هايله. المعارض بتقدم خصومات كبيره للمواطنين على مختلف السلع المعروضه بمناسبه اعياد الانتاج الحربي ومختلف الاعياد الوطنيه. محمد جمال، تن تي في.